نكمل الكلام بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب دلوقتي احنا اتفقنا يعني على معلش الله يكرمكم مره تانية اكتبوا لي بس الاسئله اللي انتم كنتوا سائلينها في الشات عشان انا ما فتحتش وما شفتهاش معلش يعني بعد اذنكم. كده يا شباب احنا فهمنا الجزء بتاع الالتهابات ده. يبقى تاني الله يكرمكم نراجع عليه تاني عشان الحته دي مهمه قوي. قلنا ايه؟ اول حاجه خالص بتيجي البكتيريايه بتاعتي اوكي او اي جسم غريب يقوم بالالتصاق بالانسجه بتاعتي فيحدث الالتهاب. الالتهاب ده هو ينبه الخلايا الصاريه وخلايا الدم البيضاء القاعديه عشان خاطر تطلع كميات كبيره من مواد كيميائيه. المواد الكيميائيه دي اسمها ايه؟ اسمها الهيستامين. الهيستامين ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين. اولا تمدد الاوعيه الدمويه، فلما تتمدد يؤدي الى تباطؤ مرور سائل الدم فيها، فلما يتباطأ سائل الدم فيها على طول تترسب كرات الدم البيضاء على الاطراف اوكي زي ما شرحنا كده بالتفصيل. الحاجه الثانيه زياده نفاذيه الاوعيه الدمويه، فده بيؤدي الى ثلاث حاجات وافتكروهم كده. لما اوسع الثقوب بتاعه المصفى بتاعتك اول حاجه هتعدي هي الميه، فلما الميه تعدي تتجمع تحت الانسجه فيؤدي الى تورم الانسجه بتاعتي. ثاني حاجه هتعدي بعد الميه اللي هي المايكرو بارتكلز او يعني الحاجات اللي هي الصغيره لتسي السكر مثلا او الرمل مثلا اللي هو عندنا هنا مواد كيميائيه صغيره. المواد الكيميائيه ده هي تقوم بالتوجه الى موقع الاصابه عشان تعمل على قتل واذابه البكتيريا. ثالث حاجه هتطلع اللي هي الخلايا الكبيره بقى. الخلايا الكبيره دي زي ايه؟ زي خلايا الدم المتعادله ووحيد النواه والخلايا البلعميه التي تقوم بالتخلص من الاجسام الغريبه بتاعتي. اوكي كده يا شباب؟ يبقى ادي كده الايه؟ ادي كده الثلاث انواع بتوعي، افتكروهم بالتسلسل ده. اولا الميه فتورم انسجه، ثاني حاجه المكونات او الاجسام الصغيره اللي هي المواد الكيميائيه المذيبه، ثالث حاجه الخلايا الكبيره اللي هي بقى انواع المختلفه من الخلايا دي. متعادله حد عنده اي مشاكل؟ طيب نيجي بعد كده للجزء الثاني. زي ما اتفقنا احنا كده كنا بنتكلم كل الكلام ده كله في الالتهابات اللي هو الجزء من الخط الدفاعي الثاني. طيب فاضل ايه يا دكتور؟ فاضل الانترفيرونات والخلايا القاتله الطبيعيه، ودول حضرتك شرحتهم. الانترفيرونات بتمنع التكاثر بتاع الفيروس في الخليه الغير مصابه، وذلك عن طريق الانتقال الانترفيرونات دي من الخليه المصابه الى الخليه الغير مصابه اوكي. والخلايا القاتله الطبيعيه قلنا بتشتغل اتجاه ثلاث انواع من الخلايا اللي هم مين؟ الخليه المصابه بفيروس، والخليه اللي بتتحول الى كانسر سيل او الخلايا السرطانيه، والخليه اللي بتنتج او اللي بتتكون من انتقال الاعضاء من شخص للتاني. تمام كده؟ طيب ده كده التفاصيل اللي موجوده عندنا. كده يا شباب احنا خلصنا الجزء الخاص بالمناعه الغير متخصصه. سريعا الناس في دماغها لما اقول مناعه غير متخصصه يعني ايه؟ يعني حاجتين، خط دفاع اول وخط دفاع ثاني. خط دفاع اول اللي هو الجلد وتشوف بالعين بتاعت حضرتك اللي هي فيها الدموع وتسمع يبقى فيه صملاخ او شمع الاذن، وبعد كده الاكل بتاعك اللي هو عن طريق الانزيمات واللعاب، وبعد كده المعده، واخر حاجه خالص كانت عندنا اللي هي المخاط والاهداب اللي موجوده في الجهاز التنفسي. اوكي؟ ايوه يا ساره، التائيه القاتله او التائيه السامه دي بتاعه الاعضاء المزروعه، وكمان القاتله الطبيعيه بتاعه الاعضاء المزروعه هي كمان. اوكي هما الاثنين بيشتغلوا اتجاه الثلاث انواع من الخلايا دلوقتي. طيب بعد كده عندنا اللي هو الخط الثاني قلنا اللي هو الالتهابات وشرحناها بالتفصيل، وبعد كده الانترفيرونات والناتشرال كيلر سيل او الخلايا القاتله الطبيعيه. حلو، فضل بعد كده الجزء الثاني عندنا اللي هو المناعه المكتسبه. ركز فيه كويس قوي الله يكرمك، انا بس هفرش لك فرشه كده مش اكتر من كده، وان شاء الله رب العالمين في الفيديو اللي جاي هنشرح بالتفصيل يعني ايه مناعه مكتسبه. الأول كده هي المناعة الخلطية أو الغير متخصصة كانت عبارة عن إيه؟ كان رد فعل سريع جدا ولكنه غير متخصص، يعني مش متخصص تجاه فيروس أو بكتيريا معينة، هو بيعمل الاستجابة بتاعته على طول، أوكي؟ لكن هنا المناعة دي لأ، المناعة دي بطيئة نوعاً ما ولكنها متخصصة، يعني بتقدر تطلع تجاه كل فيروس بعينه وكل بكتيريا بعينها. بيقول لحضرتك إيه؟ تنشط المناعة المكتسبة في الجسم اللي هي خط الدفاع الثالث يعني إذا ما خفق خط الدفاع الثاني في التخلص من الجسم الغريب. يعني إيه؟
يعني لو البكتيريا دهيت قدرت تتخطى خط الدفاع الاول وقدرت تتخطى خط الدفاع الثاني تنشط المناعه المكتسبه اللي هي خط الدفاع الثالث. انا عندي هنا يعني تحفظ شويه لانها مش بالضروره تنشط لما يخفق خط الدفاع الاول والثاني، لا عادي ممكن ما يخفقوش وهي كمان بتنشط. امتى يا دكتور؟ هنشرحها بالتفصيل ليتر ان شاء الله، بس ببساطه كده لازم المناعه المكتسبه تشتغل حتى لو الخطين اللي فوق نجحوا. ليه؟ عشان تعرف المعلومات عن الفيروس او البكتيريا اللي داخل الجسم. اوكي طيب فين بقى مكوناتها؟ زي ما شرحنا كده المكونات ده خط الدفاع الاول والثاني. شوف كده بيقول لحضرتك اهوت يتمثل خط الدفاع الثالث في الخلايا الليمفاويه. الخلايا الليمفاويه اللي هي كانت ايه؟ اللي هي الخلايا البائيه والخلايا التائيه. اوكي اهو بيقول لحضرتك التي تستجيب بسلسله من الوسائل الدفاعيه المتخصصه على اعلى 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 درجه من الاهميه. دايما المناعه المكتسبه مناعه متخصصه يا شباب تجاه فيروس بعينه او بكتيريا بعينه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني لما اجي اقول لك مثلا فيروس الانفلونزا مثلا، يعني المناعه المكتسبه هتطلع له جسم مضاد خاص بفيروس الانفلونزا. طيب فيروس الحصبه الالمانيه هتطلع له مناعه، هتطلع له جسم مضاد خاص بالفيروس الحصبه الالمانيه. كل فيروس بعينه بيطلع له ايه؟ بيطلع له حاجه معينه بعينه. اوكي طيب وتسمى هذه الوسائل الدفاعيه المجتمعه باسم الاستجابه المناعيه. يعني ايه استجابه مناعيه؟ يعني عباره عن المناعه المختصه مع المناعه او المناعه المكتسبه يعني مع المناعه الغير متخصصه. كل ده كله على بعضه هو عباره عن الاستجابه المناعيه. تمام كده؟ طيب بعد كده بقى الاليات بتاعتها بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن طريق حاجتين اتنين، وده بس اللي احنا هنشرحه. يعني ايه بتشتغل عن طريق حاجتين اتنين؟ يقول لك في منها حاجتين، حاجه اسمها المناعه الخلطيه. خلطيه يعني غير خلويه، يعني بتشتغل بحاجه غير الخلايا اللي هي ايه؟ اللي هي المناعه عن طريق الاجسام المضاده. اوكي والنوع الثاني اسمه المناعه الخلويه، او اللي دي بتشتغل عن طريق الخلايا بتاعتي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني المناعه المكتسبه ده يا شباب بتتقسم فرعين، فرع هيقوم بيه البي لينفوسايتس او الخلايا البائيه، وده اسمه المناعه الخلطيه، وفرع ثاني هيقوم بيه الخلايا التائيه، وده اسمه المناعه الخلويه او الايه او عن طريق الخلايا الوسيطه. طيب ازاي ده بقى يا دكتور او تفاصيله ايه؟ ده اللي ان شاء الله رب العالمين هنتكلم فيه بالتفصيل باذن الله رب العالمين المحاضره اللي جايه. بصوا يعني للاهميه القصوى، المحاضره اللي جايه دي على اعلى 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 درجه من الاهميه. الناس كلها بتتلخبط فيها لما اجي اقول لك ان الحاجه دي بتشتغل بالطريقه دي، وارجع تاني اقول لك الحاجه الثانيه بتشتغل بتانيه، فتربطهم الاثنين مع بعض، فالموضوع بيبقى معقد جدا. فارجوكم ارجوكم ارجوكم انا هكتفي بس بالجزء ده ومش هطول عشان الناس تذاكر الكلام ده كويس، لان كل اللي جاي هينبني على اللي فات ده. اوكي احنا كده يا شباب خلصنا ان شاء الله رب العالمين الدرس بتاعنا النهارده. لو حد عنده اي اسئله ولا حاجه يبعت لي في الشات وانا هشوفها ان شاء الله. طيب ساره احنا جاوبنا عليها، حد عنده اي اسئله؟ الاول قبل الاسئله الناس تقول لي هي فاهمه ولا لا، ابعتوا لي في الشات رجاء كده عشان اتاكد. يعني تمام الله يطمنك يا جاد. بقيت الناس طيب؟ العفو الله يخليك. تمام طيب كويس. طيب حد عنده اي اسئله؟ يعني لو حد عنده اي اسئله ممكن ان هو يسالها لي، انا زي ما قلت لكم خلصت الجزء ده ان شاء الله. يعني نقفل بس كده الشيرنج بما ان احنا خلصنا.